يقول هذا سؤال خاص فيني يعني يبي يستفسر من شغلة قلتها أنا من زمان. يقول نقل عنك أنك تحرض على الجهاد في سوريا وتقول سوريا محتاجة فقط إلى أشخاص متخصصين في القتال متفجرات واللي يقدر يروح، وأيضا ممكن عصيان الوالدين والذهاب إلى الجهاد. لا ليست هكذا الأمور، لا لم أقل بهذا أبدا بهذه الطريقة، وإنما لما كان بعض الشباب المتحمس اللي بيروح للجهاد فذكرنا أن الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، وأحيانا يكون فرض عين في أربعة أحوال: إذا استنفرك الإمام، أو إذا حضرت القتال، أو إذا دخل الكفار بلاد المسلمين، والحالة الرابعة إن احتيج إليك بعينك أنك بالذات أنت محتاجين إليك. فهذه الأحوال التي يكون فيها القتال فرض عين على المسلم. أما بالنسبة لسوريا فلما تكلمنا عن هذا الأمر كان بعض الشباب المتحمس اللي بيروح هناك كنا نقول لهم هناك غير محتاجين لك، أنت ما هم محتاجين لك، هذا في أول الأمر لما كانت الأمور فعلا كان في جهاد وكذا كذا، نقول غير محتاجين لك أنت، وإنما محتاجين رجال، عندهم رجال كثير يبون سلاح في ذاك الوقت، ما يبون رجال، بالعكس قاعدين ناس فاضية ما عندها شغل، تبي سلاح فيك خير أرسل لهم مال. في ذلك الوقت لما كان مأذونا بالجهاد ومأذونا بهذا والدول كلها تساعد والأمور طيبة، فكنا نقول للشباب ما هم محتاجين لك، إذا محتاجين حق واحد متخصص ليس لك أنت. أما قضية الوالدين جهاد الوالدين قلنا أنه لابد من إذن الوالدين في الجهاد، ولكن سئلت عن شخص راح ما استأذن والديه، خلاص راح هذا انتهى، هذا ما طلب الإذن ذهب، نقول أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله تبارك إن كان صادقا مع الله تبارك، وإن كان وقع في هذه المعصية وهي عدم استئذان الوالدين وراح واستشهد، أسأل الله تبارك أن يغفر له ويرحمه، لكن ما نقول لواحد ابتداء يروح بدون استئذان الوالدين، وهذه مشكلة الفهم الخطأ في مثل هذه الأمور أو غيرها، والله المستعان.